chapter 3. طيب chapter 3 ده عبارة عن chemical equilibrium. قلنا في البداية إن عندي نوعين من chemical equilibrium. أول نوع وهو الphysical equilibrium. أعرف منين إن هو physical؟ قال لي في حالة إنه مفيش product. No new product. ما عنديش product جديد. يعني إيه ما عنديش product جديد؟ قلنا for an example عندك مية في حالة liquid وطلعت مية برضو بس في حالة vapor. هو كده حصل تغيير؟ لا. ليه ما حصلش تغيير؟ والله عشان بس ال state اللي اتغيرت. كانت liquid بقت vapor لكن هي المية. طيب قال لي امال الكيميكال equilibrium ايه اللي بيحصل؟ ده كده النوع التاني. هنعرف بقى شوية حاجات كتير قوي عن الكيميكال equilibrium. اولا يعني ايه chemical equilibrium؟ يعني اتزان. يعني الرياكشن بيكون رايح راجع والبرودكت كمان معاه. قال لي ده اسمه ريفرسبل رياكشن. يعني رياكشن رايح راجع. قال لي يعني ايه برضو؟ يعني لو انا هوضحها لك بكيرف، الكيرف بيتكلم عن الكونسنتريشن والتايم. قال لي الرياكتنت بيقل شويه، ده كده رياكتنت، والبرودكت بيزيد شوي، وفي الاخر بيحصل ايكوليبريم اللي هو الاتزان. سبتت يعني شويه من الرياكتنت راحوا كونوا البرودكت، واول ما البرودكت ابتدت تزيد بقى بترجع تاني تكون الرياكتنت. قال لي اتس اوكي. ايه اللي نركز فيه؟ قلنا اول حاجة من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. ليه؟ علشان هو مكرو، يعني الظاهر لي كده اللي انا بشوفه انه ثابت، لكن في الحقيقة لكن مايكرو من جوه هو متحرك شغال رايح راجع. قال لي اوكي. بنعرف ايه تاني عنه؟ انه ده معناه انه at equilibrium، عند الequilibrium بالظبط بيكون rate of forward equal rate of backward. قال لي يعني ايه؟ ريت يعني سرعة. قال لي يعني سرعة تكوين البرودكت بتساوي سرعة تكوين الرياكتنت. وبيني ايه؟ بقول سرعة، سرعة ده بتساوي سرعة ده، سرعة وليس كمية. ده مش معناها ان كمية الرياكتنت هي نفس كمية البرودكت، لا، بس معناها سرعة تكوين ده بتساوي سرعة تكوين ده. قال لي اتس اوكي. ايه تاني قلناه في اول سيشن؟ دي اهم حتة معايا. قلنا حاجة اسمها لو شاتليه. قال لي لو شاتليه ده كان ساينتست ابتدى يوصف لي الرياكشن في حالة الإكوليبريم. قلنا يعني إيه إكوليبريم؟ عندي رياكتنت رايح راجع برودكت. تمام. اللي فيه ثلاث حاجات بس اللي بيأثروا. أول حاجة هي التمبريتشر. التمبريتشر بتأثر إزاي؟ افتكر معايا كده قلتلك بيقول لي كلمة من اتنين، يا إما الريليز يخرج، يا إما نيد أو أبزورب بيحتاج بيدخل، أو
يديها لي بشكل الدلتا اتش. يقولي ان الدلتا اتش في حالة انه ريليز بالنيجاتيف او بتكون في البوزيتيف. بتعمل انت ايه؟ قالي ان لوشا تليه قال كلمتين. اللي هتعمله الرياكشن يعمل عكسه. طيب يعني ايه؟ تعالوا نشوف مع بعض. قالي تعالى نفترض كده ان عندك رياكتنت، عندك برودكت، وانا مديك الدلتا اتش بالنيجاتيف. حضرتك بتعمل ايه؟ اول حاجه حضرتك بتعملها بتشوف الهيت هتتحط فين. طالما بالنيجاتيف يبقى هحط هيت بره. قال لي تمام. وشوف بقى هو هيقول لي ايه. لو قال لك ان انت هتزود هيروح اتجاه عكس الزياده او نفس اتجاه القليل. طب ازاي؟ افترض مثلا انا قلت لك ان انا هزود الرياكت. ايه ده هتزود الرياكتنت؟ طالما زودت يبقى انا هروح اتجاه عكس الزياده. يبقى قال لي ساعتها الرياكشن بتاعي شفت فورورد. هيقول لي تمام، مش انت زودت رياكتد؟ طب خلاص انا هروح ناحيه البرودكت. ممكن نقول لك حاجه ثانيه، اقول لك انا قللت الهيت. ايه ده انت قللته؟ لو قليل يبقى نفس الاتجاه. قال لي تمام، طالما انت قللته فانا برضو هشفت فورورد. ليه؟ عشان ارجع ازوده تاني. يلا بينا كده نحل الهوميك. الموضوع سهل جدا، الموضوع بس محتاج عدم التسرع، محتاج تبقى كاتب كل واحده فين، من اي فاكتور بيأثر. هو ايه الفاكتورز okay. اللي بتأثر معاه؟ بيقول لي التريتمنت about following concentration incomplete dissociation in water. يعني ايه incomplete؟ قلنا يعني weak acid او base. طالما weak يبقى هيكون incomplete. يعني incomplete يعني reversible، رايح راجع. قال لي اوكي. امونيوم هيدروكسيد and acetic acid الاثنين weak، فهي دي. لكن هيدروكلوريك اسيد وسلفوريك اسيد دول سترونج، واصلا اسيد مع اسيد ما ينفعش. طب صوديوم هيدروكسيد وبوتاسيوم هيدروكسيد الاثنين سترونج، وهيدروكسيد وهيدروكسيد ما ينفعش. طب امونيوم هيدروكسيد وهيدروكلوريك اسيد، قال لي ده سترونج وده ويك، احنا بنختار ويك مع ويك. وبكده يبقى ده incomplete dissociation in water. 3. بيقولي which of the following explains the reason for considering the reaction of magnesium with hydrochloric acid as a complete reaction. تعالوا نكتب كده الأول reaction مع بعض. ادي Mg plus HCl. هو ده بيديني ايه؟ بيديني MgCl2 plus H2. قال لي الH2 ده غاز، يعني لو هي open vessel معناها انه هيطير ومش هيكون معايا. فأول واحدة بيقول لي it can proceed in both direction. لا طبعا، لو بيروح في الاتجاهين فهيبقى incomplete. تاني واحدة بيقول لي the formation of a precipitate has one product which is difficult to recombine. دي تنفع. أو the formation of a gas as one of the products which is difficult to be recombined. برضو تنفع. قال لي أنهي فيهم؟ بروح على الصوت اللي معايا ده ومن chapter 2. هل magnesium chloride بيدوب ولا ما بيدوبش؟ قال لي لا، ده أكل، ده بيدوب عادي. يبقى مش دي، يبقى هي ليها علاقة بالغاز. طالما ما قاليش في السؤال ان هو closed vessel.
هل you okay? For when water is out. Okay. For بيقول لي ايه؟ For بيقول لي when water is added to anhydrous copper sulfate, blue crystals are formed. ولكن when these blue crystals are heated, a vapor is observed and a white solid remains. As shown in the following equation. حطيت الكوبر على ده هيطلع لي لون بلو. سخنت ده فهيرجع تاني يطلع لي لون وايت. قال which of the following statement doesn't in part explain these observations. Doesn't يعني انت رايح تختار الغلط. اول واحدة بيقول لي this reaction is reversible. اه هو reversible. The backward reaction is endothermic. طيب قولوا لي كده يعني ايه endothermic؟ يعني انا بحتاج حرارة. قال لي طيب بتحتاج يعني ايه بتحتاج؟ قال لي الباكورد يعني وانت راجع وانت في الاتجاه ده محتاج حرارة. انا بالفعل محتاج حرارة. طب ليه محتاج حرارة؟ عشان اطير الووتر دي وتبتدي يبقالي solid بس. هذا صح. قال لي hydrated copper 2 sulfate contain water crystallization. طبعا صح ما في ووتر قدامنا. قال لي يبقى الإجابة الأخيرة this reaction is a neutralization. طبعا غلط. neutralization يعني acid وbase يديني salt ووتر. ما فيش أي حاجة من الحاجات. okay. بيقولي ammonium chloride decomposes when heated in ammonia gas in the hydrogen chloride. okay. ammonium chloride يعني NH4Cl. اللي decomposes when heated لما بسخنها ما عملتش اتجاه ولا اتجاهين انا لسه ما اعرف ايه اللي بيحصل. اللي بتديني امونيا غاز اللي هو ال NH3 وبتديني كمان HCl. it's okay. الاثنين غازز. it's okay. if the gases are collected هجمعهم and allowed to cool then ammonium chloride reforms. قال لي ايه ده؟ هيرجع يكون الامونيوم كلورايد. يبقى الرياكشن ده رايح راجع. قال لي which of the following chemical equations describe these change. مين فيهم بتوصف لي ده؟ مبدئيا احنا هنستبعد دول. هستبعدهم ليه؟ والله الرياكشن مش رايح جاي. انا لازم يكون الرياكشن عندي رايح راجع. قال لي اوكي. اول واحده بتقول لي ان ال HCl مع ال NH4. طبعا لا. يبقى هي الاخيره 6. بيقول لي ده equilibrium is من بره. هلا هلا يعني من بره في الفيجوال ليفل قدامك يعني هو static بس في الحقيقه هو dynamic. يبقى الاجابه B. اوكي. ال heating water in a closed container 100,000 خط على closed مقفولة on a flame two opposite operations happens. والله انا هسخن مية يعني هصلها ايه؟ صلها evaporation. قالي بس هو closed يعني الغاز اللي طلع ده بيرجع يتجمع تاني يبقى evaporation and condensation. number 8 بيقولي the equilibrium achieved on heating a liquid in a closed container. صح. قال لي heating a liquid هسخن liquid ده كده يبقى ايه؟ physical. قلنا الphysical يعني ال state بس اللي بيتغير بيبقى liquid يتحول لغاز لكن ما فيش اي حاجة تانية بتحصل. number 9 قال لي the equilibrium system contains two processes. حلو. which are a that happens in the same time. قال لي عنده two processes. ال two processes دولت بقى مالهم؟ هما بيكونوا opposite to each other. 10 بيقول لي at equilibrium all the following is true except. except بعمل circle على except وبختار الإجابة الغلط. أول واحدة بيقول لي rate of evaporation equal rate of condensation. دي صح. تاني واحدة بيقول لي the amount of water particles which evaporates equal the amount of water particles which condense. الكمية اللي بيحصل لها evaporation هي هي الكمية اللي بيحصل لها condensation. اه. قال لي سي
steam pressure equal atmospheric pressure. دي ما جبناش سيرتها وتبقى الإجابة C. 11. بيقولي the rate of chemical reaction is measured by. يعني إيه rate؟ يعني the speed، السرعة. قلنا the speed بتتقاس بإيه؟ والله إحنا كنا بنشوف distance على time. فإحنا ما عندناش distance فبنقيس the concentration per time. طبعا all the previous أيًا كان بتقيس الوقت بأنهي unit هي. 12. If the mass of a substance during a chemical reaction it changes from 0.4 to 0.6. قال لي يعني كده حصل ايه للماس؟ الماس زاد. حلو. This substance is considered. طالما الماس بتاعه زاد يبقى ده product. هو اللي بيزيد شوية. حتى لو هي reversed. فهو اللي بيزيد. 13. A lithermal decomposition of copper 2 nitrate is from the complete reactions. The complete reaction. تعالى نبص كده على الرياكشن بتاعي. ادي الكوبر نيتريت. طلع لي حاجة solid يعني ده precipitate. طلع لي حاجتين gases. قال لي طيب. Pipette is formed of. Nitrogen dioxide gas evolved of. Oxygen gas evolved of. يبقى all the following. 14. بيقولي the reaction of hydrochloric acid with magnesium is a complete reaction. نفس الكلام برضو. احنا لسه كاتبين الرياكشن ادي المغنيسيوم plus ال HCl. قلنا ده هيكون لي MgCl2 plus H2 وال H2 دي بتevolve وده أكيس داير. قال it occurs at high temperature مش هي اللي بتخليني complete. High pressure نفس الكلام. قال the recombination of hydrogen gas with magnesium chloride is difficult. هو هي دي الجاز بيطير فمش هيرجع يمسك فيها تاني. اوكي 15. بيقولي the complete reactions are complete يعني كامل يعني بيروح في اتجاه واحد يبقى هي non reversible. 16. يقولي reaction between sodium chloride. نكتب reaction NaCl with يعني plus silver nitrate AgNO3. قالي ده بيطلع لي ايه اللي برا مع اللي برا NaNO3 واللي جوه مع اللي جوه مع الحفاظ على ان البوزيتيف الاول يبقى AgCl. قالي اوكي ده كده ايه اول حاجة هشوفها ده الـ AgCl ده white precipitate ده راسب يعني معناها ان هو complete reaction. 17. بيقولي on adding a blue litmus paper to a reaction between acetic acid قلنا هنحفظها CH3COOH and ethyl alcohol اللي هو C2H5OH. قالي اوكي هو ده ايه ده organic. الorganic بيكون ايه بيكون reversible. قالي طيب تعال نشوف كده يعني ايه reversible يعني رايح راجع يعني الاسيد ده يفضل موجود معي. The reaction is complete طبعا لا. The reaction is reversible and the reactants still in the system طبعا صح. The reaction is very slow ده مش موضوعنا. And instantaneous reaction برضو ده مش موضوعنا. 18. بيقولي in the previous question the reactions move in. في الرياكشن اللي فات اللي هو نفس ده كان الرياكشن رايح راجع يبقى both directions. Number 19. بيقولي the chemical equilibrium in reversible reactions. Reversible يعني رايح راجع. اللي stills when هيفضل موجود امتى؟ A gas evolve from the reaction طبعا لا ده لو gas طلع يبقى مش هيرجع. A precipitate is formed برضو لا. When the rate of forward equals that of backward طبعا السرعة بتاعت تكوين product
نفس سرعة تكوين الرياكتنز. 20. The only to measure the rate of chemical reaction is by changing the concentration of reactants ولا products ولا الاثنين. طبعا الاثنين بشوف اي واحدة concentration بتتغير في وقت قد ايه كده انا هعرف سرعة الرياكشن. 21. The only incomplete reactions the concentration of the reactants الرياكتنز اللي قبل السب بتقل والconcentration of products اللي بعد السه بتزيد يبقى دي بتقل وبتزيد. طبعا ده complete يعني هتقل لحد ما توصل لصفر وهتزيد لحد ما تبقى 100%. 22 بيقولي on increasing the pressure on a gaseous reactions pressure وده gas under equilibrium a shift in direction of حلو هيروح في أنهي اتجاه. increasing the density احنا بنتكلم على pressure مش density volume او ده ليه علاقة بالpressure. طب concentration of the reactants يعني ممكن يبقى ليه علاقة. decreasing the mass ده ماليش علاقة. قالي اوكي هتروح في أنهي اتجاه. هو انا لو قللت الفوليوم انا كده بعمل ايه؟ انا كده بضغط اكتر بقلل فوليوم بقلل المساحة او المكان او البيكر بدل ما انا شغال مثلا في البيكر ده هشتغل في البيكر ده يبقى انا كده بضغط عليه بزود بريشر وتبقى الاجابة B. On increasing the reactant concentration of a reaction under equilibrium ايه اللي بيحصل؟ طيب انا هزود الرياكتنس بعمل كده على طول رياكتنس Product. انا هعمل ايه؟ اللي زود الرياكتنس هزود. طب ساعتها يحصل ايه؟ مع الزيادة بيروح العكس. قال لي تمام يعني هيروح ناحية البرودكت. قال لي increasing number of product molecules اه طيب decreasing number of reactant molecules هيحاول يقلله برضو اه ما هو بيعمل عكس اللي انت بتعمله. طيب 24 بيقولي in the reaction والحمد لله مديني reaction اول حاجة ببص عليها ايه ده the reaction كله gases طالما gases يبقى انت هتحسب number of moles. قالي انا عندي هنا 2 عندي هنا 1 يبقى كده دول 3 moles انا عندي 3 moles. قالي اوكي رايح تاجع الناحية التانية عندك 2 moles اللي البريشر بيكون مع المولز الزيادة يعني في هنا بلس بريشر. طب اقرا كده انت عايز تعمل ايه؟ قالي the formation of sulfur trioxide increases تراي يعني ثلاثة انا عايز ازود ده. طيب انت عشان تزود ده فانت عايز الرياكشن يروح فورورد يمشي الناحية دي. طب تعمل ايه عشان يروح فورورد؟ قالي تعالى نشوف الاختيارات. temperature decreases تقلل التمبريتشر اه قلنا لما تعمل قليل يمشي في نفس الاتجاه يبقى دي تمام. قالي the pressure increases تزود البريشر هنا. قالي اوكي لما البريشر يزيد ان كل ما زود البريشر الرياكشن يروح العكس يبقى دي صح. طيب SO3 is removed from the reaction كل ما تكون SO3 تروح شايلها فيرجع يكونها تاني تروح شايلها فيرجع يكونها تاني اه صح ده هتخليه يمشي forward يبقى الإجابة كلهم. 25 قالي the following equilibrium reaction حلو اداني reaction شكرا واداني ايه كمان؟ قالي ده كله gases طالما كله gases بحسب number of moles قبل السهم هم 4 moles بعد السهم هما 2 مولز يبقى البريشر هنا حلو وهو بيقول لك ماينس انرجي. قالي ماينس انرجي دي هعتبر ان انا مش شايفها وده معناها ان الهيت هنا برضه. طيب حلو تعالى بقى نشوف the concentration of NH3 increases 1 انا عايز ازود الكونسنتريشن دي يعني ايه زود الكونسنتريشن دي والله تزودها معناها انك تخلي الرياكشن يمشي فورورد. طب حلو عشان اخليه يمشي فورورد اعمل ايه؟ قالي the quantity of nitrogen decreases
قلل النيتروجين. لا ده انا لو قللت بيمشي في نفس الاتجاه، يبقى مش دي، انا مش عايزه اتجاه النيتروجين، انا عايزه اتجاه ال NH3. قالي اوكي the temperature increases، زود التمبريتشر. اه ده التمبريتشر هنا انا لو زودتها يحصل ايه؟ اه يمشي الاتجاه العكس عشان يعمل عكس اللي انا عملته. اه دي صح. طب the quantity of hydrogen decreases، قلل الهيدروجين. نفس الكلام، انا لو قللت هيدروجين بيروح معايا في الاتجاه بتاعي. فلا removing nitric oxide، اصلا ما فيش nitric oxide يعني، يبقى الاجابه B. اوكي okay. 26 بيقول لي in the reaction، ومديني reaction the gas. اول حاجه بعملها بحسب number of moles، والله number of moles هنا 2 moles لكن هنا 1 مول، يبقى البريشر هنا. طيب قال لي الدلتا اتش بوزيتيف، بوزيتيف يبقى الحراره جوه. حل، تعال نشوف بقى الاختيارات بتاعتك. طيب بيقول لي On adding excess N2O4, the mixture color becomes، اللون هيكون ايه؟ طيب واحدة واحدة، هروح على N2O4 وأقول إن أنا هزود الـ N2O4، هزود، يبقى الرياكشن يروح العكس، يعني مع زيادتها بيمشي الاتجاه ده. حلو، قال لي deeper due to increase of NO2، اللون هيبقى أغمق عشان الـ NO2 هتزيد. هي الـ NO2 فعلا هتزيد؟ اه فممكن دي. lighter due to the decrease of NO2، لا انا مش هقلل NO2. قال لي طيب ايه تاني؟ deeper due to increase N2O4، اللون هيبقى اغمق عشان هتزود الـ N2O4. قال لي دي colorless اصلا فلا. طب لايتر عشان هتقلل ال N2O4، فلا يبقى الاجابه A. بيقول لي the rate of forward reaction increases، ادي reactant رايح جاي، ادي product. بيقول لي الريت بتاع الفورورد هيزيد، يعني انا عايز الاتجاه ده. تمام، لو زودت التمبريتشر، بقف شويه، انا لما بزود بيروح العكس، يبقى التمبريتشر هنا، الحراره هنا. قال لي اوكي، وقللت البريشر، انا لما بقلل بيروح نفس الاتجاه، يبقى البريشر هنا. قال لي اوكي تعال نشوف. مبدئيا كده انا الدلتا اتش بتاعتي لازم تكون بوزيتيف عشان هي جوه، فهستبعد دي وهستبعد دي. قال لي طب والبريشر؟ انا عايزه البريشر يكون بره، يبقى هحسب نمبر اوف مولز. هنا 2 مولز وهنا 2 مولز، يبقى البريشر مش بيأثر اصلا، هيأثر على الاثنين زي بعض عادي. طيب والاخيره؟ هنا 2 مولز بس هنا 4 مولز. قال لي اه ده البريشر بيكون مع النمبر اوف مولز الزياده، يبقى الاجابه 28. Consider the following equilibrium system. اوكي اول حاجه ببص عليها لقيت جاز. خلي بالك ان انا لما بحسب number of moles انا بحسب number of moles بتاعت الجازز بس. طيب هو في الرياكتنز كانت عدد number of moles كام؟ والله كانوا 3، دول 2 وهنا مفيش حاجة يعني 1. طيب حلو، طب بره 2 اللي هما دول بس، انا مليش دعوة خالص بده. قال لي مس ده فيبر، يبقى ليه دعوة بيه عادي، يبقى جازز او فيبر اللي هو اي جاز. تمام، طب كده البريشر فين؟ كده البريشر بره. لو لاحظت انا دايما بحدد بريشر او هيت من البدايه، ما بخشش لسه واشوف السؤال عايز ايه. قال لي which of the following reactions would cause the position of equilibrium to shift to the right، يمشي في اتجاه الرايت. قال لي يعني انت عايزه يمشي فورورد، انا عايزه يمشي في الاتجاه ده. حلو، اتجاه دول. تمام، اعمل ايه؟ احط N2H4 يعني ازود دي. اه انا لما بزود بيروح العكس، تنفع. طب احط H2O ازود دي؟ طبعا لا، انا لو زودت هنا هيروح العكس. طب removing N2H4 اقلل ال N2H4؟ لا ده انا لما بقلل بيمشي معايا في نفس اتجاهي، يبقى لا. 29
قال لي which of the following figures represents reversible reaction. يعني ايه reversible؟ يعني رايح راجع. قال لي يعني الرياكتنس بتكون موجودة، البرودكتس بتكون موجودة، ولكن الرياكتنس بتقل شوية، نفس المقدار ده البرودكت بتزيد شوية وبيثبتوا، يبقى الإجابة C. أوكي. Consider the following equilibrium system. هبص على السيستم. هل إيه كتر خير وكتب لي الهيت؟ بس ده كله جازس. هل البريشر بيأثر؟ قال لي أنا عندي قبل السهم هنا 1 وهنا 1، يعني دول 2 مولز. طب بعد السهم 2 مولز، يبقى البريشر ما بيأثرش، الاثنين قد بعض. قال لي حل. The amount of NO can be increased by. أنا عايز أزود ده، أنا عايز أزوده. قال لي تمام، أنت عشان تزوده يعني أنت عايز الرياكشن يمشي إزاي؟ عايزه يمشي فورورد، يمشي في الناحية دي. فبالراحة كده ونقرأ الاختيارات. Decreasing the amount of O2. Decreasing، هتقلل الـ O2؟ لا، ده أنا لو قللتها يمشي معايا في نفس الاتجاه. Increasing the temperature of the reaction، زود التمبريتشر. ابص كده على التمبريتشر لقيتها هنا، وانا لما زودها ايه اللي يحصل؟ الرياكشن يمشي العكس، يعني يمشي فورورد. هي دي. طب increasing the pressure، قلنا اصلا pressure ما بتاثرش. طب decreasing the amount، قلل ال N2؟ لا، ده يروح معايا في نفس الاتجاه، يبقى مش دي. 31 بيقول لي the equilibrium system is من بره، هلا هلا، يبقى apparently stationary، انا والله ظاهريا كده ثابت، لكن من جوه بتحرك، يبقى الاجابه ايه؟ 32 قال لي the reaction of hydrochloric acid with magnesium. اعتقد بقى انتوا حفظتوا الرياكشن. Mg plus HCl يديني MgCl2 زائد H2. قال لي اوكي، ايه اللي بيحصل؟ احنا لسه حلينه قبل كده، ده سؤال مكرر وهو C. 33 بيقول لي in equilibrium system ومديني برضو reaction. الكلمة اللي هو كتبها لي دي اللي هي 101 كيلو جول، ده معناها ان الهيت جوه عادي جدا. لقيت كلهم جازز، هبتدي اعد المولز. عندي هنا 1 مول، واحد بس. طيب عندي هنا كام؟ عندي 3 مولز، يبقى البريشر مكانه هنا. قال لي اوكي. The increasing in CO leads to. انا هزود CO. قال لي استنى كده، لما بتزود CO ايه اللي بيحصل؟ الرياكشن يروح عكسك، يعني يروح كده. حلو. هو بيقولك هيعمل ايه في الH2؟ ما طالما الرياكشن هيكرر انه يروح الاتجاه الباكورد، يبقى هيقلل الH2، ما هو مش هيكونها شوية. قال لي اوكي. طب حاجة تانية، the increasing in temperature، انا هزود temperature. لا ثانية واحدة، ادي PR ودي P الهيت هنا، وانت لما تزود temperature هتزود temperature. قال لي لما زودها يروح العكس كده هو. طيب يحصل ايه بقى؟ قال لي shift the system to the forward direction. طبعا هيروح للفورورد، هيمشي الاتجاه ده. طب shift the system backward؟ of course not، يمشي في الاتجاهين. هو كده كان بيمشي في الاتجاهين، بعد التغيير اللي انا عملته مش هيمشي. doesn't affect the equilibrium؟ لا هو بيأفكت. طيب خليك كده توقف هنا، اشرب بقى ميه كده، خد بريك شويه. لو كان عندك غلطات كتير فتاكد ان كل حاجه بتتعب فيها السنه دي مش بس هتفيدك في ان انت تجيب مجموع كويس، لا، المجموع ده بتاع ربنا، وربنا هيختار لك الاحسن على قد تعبك، مش بالكليه، مش بالمجموع العادي. فاتعب واستفيد من كل خطوه انت بتاخدها، وصدقني ربنا هيكرمك. يلا بطل نكمل البورت اللي جاي. اوكي، consider the following equilibrium system. اديني الايكويشن. قال لي تمام كلها جازز، بشوف فين البريشر. فعندي قبل السهم 2 مولز 1 وبعد السهم 1 مول هو 1، يبقى البريشر هنا. اتس اوكي.
قال لي which of the following statements is or are correct when the volume of the system decreases. قال لي ثانية واحدة, الفوليوم هيظهر. يعني تعمل ايه؟ يعني انت كده بتقلل المساحة اللي هم شغالين فيها, يعني انت كده بتزود بريشر. قال لي حلو, تعال نشوف بقى, هو انا لما زود البريشر هزود هنا يحصل ايه؟ قال لي رياكشن يمشي العكس, عشان يعمل عكس اللي انت عملت. قال لي the position of equilibrium shifts to right. صح, هيروح ناحية الفورورد. The rate of backward reaction increases. لا, طب the rate of forward reaction increases. ما هي هي, ما احنا قلنا هيروح اتجاه الفورورد, يبقى بالتالي دي. قال لي which of the following combinations describes the effect of decreasing the pressure by increasing the volume. المرة دي انا هزود volume وبالتالي انا كده هقلل pressure. قال لي لا ثانية واحدة بقى, انت هتقلل بريشر, هقلل البريشر, لما قلل البريشر يروح فين؟ يروح العكس, يروح الباكورد معايا في نفس الاتجاه. قال لي اوكي, the position of equilibrium shifts to right. لا, the position of equilibrium shifts to right. لا, قال لي shifts to left. هو يروح العكس اهو, هيمشي للباكورد. طب shift to left وال PCL3 هي increase, ولا shift to left وال PCL3 هيقل؟ لا طبعا هيزيد, ما انا رايح ناحيته. 35 بيقولي consider the following equilibrium system. شكرا, ومديلك الرياكشن. قال لي تمام, بس انا عندي ايه؟ عندي كله جازز, فبحسب number of moles. هنا 3 moles. طب والناحية التانية؟ هنا 4 moles. قال لي اوكي, يبقى البريشر هنا. Some of O2 is added to the equilibrium. حطيت O2. قال لي a new state of equilibrium is established. تمام, وهيرجع يثبت تاني. Which of the following statements have a net increase in concentration relative to the previous equilibrium concentration? طيب, قال لي ايه اللي هيحصل يعني من الاخر؟ لو انت حطيت O2, انا زودت ال O2, شكرا, انا اول ما زود ال O2 الرياكشن يمشي الاتجاه ده, اتجاه الفورورد. فبيقول لي N2H4 and NO only. لو زودت ال N2H4 وزودت ال NO كده هيمشي فورورد. لا, طيب لو زودت ال O2 وال H2O برضو, ده دي في ناحية ودي في ناحية تانية, يبقى لا. قال لي طب ال N2HO4 وال O2 وال NO, طب ال NO اصلا مش معاهم, ما تنفعش تجمع عليه. قال لي ال NO وال H2O, انا ممكن العب في الكونسنتريشن بتاعتهم, ما انا لما زود ال O2 هو يمشي فورورد, يجري يزودهم. 36 بيقولي the chemical reaction is complete when, امتى يكون كامل, بيخلص يعني. قال لي one of the product precipitates, طبعا لو واحدة ترسبت ما بيقدرش يكون تاني. One of the reactants escapes from the reaction, لو واحدة هربت ما بقتش موجودة, جاستور بتاع مش هيرجع تاني. قال لي the product cannot combine together, نفس الكلام, يبقى الإجابة more than one answer. 37 بيقولي the reaction of sodium chloride. تعالوا بينا نكتب مع بعض sodium chloride. قال لي طيب sodium chloride plus silver nitrate, اللي جوه مع اللي جوه واللي بره مع اللي بره. قال لي AgCl وده solid plus NaNO3 وده aqueous عادي بيدوب. طيب تعال نشوف بقى هو بيقول لك ايه. قال لي تعالى نشوف كده الاختيارات. بيقول لي escaping one of the reactants from the reaction medium. طب بص كده عليهم, هو هيهربوا ليه؟ دول املاح وبتدوب في الماء, فمش هتهرب. قال لي precipitation of silver chloride, هو هيترسب, ده solid, يبقى دي صح.
evolution of silver nitrate. السيلفر نايتريت هيطير. يطير ليه؟ هو اصلا دايب في المي. يبقى الاجابه بتاعتي دي. اوكي 38 بيقول لي when the reversible reaction reaches to equilibrium. هيوصل للإكوليبريم. ايه اللي بيحصل؟ قال لي the reaction stops. طبعا لا. الفورورد reaction equals zero. طبعا لا. All the substance have the same concentration. لا احنا قلنا مش نفس الكميات. يبقى بالتالي the substance concentration become constant. قلنا ايه؟ قلنا شوية من الرياكتنس بيقل يروح يكون البرودكت. وبعدين البرودكت نفس الشوية دول يرجعوا يكونوا لي الرياكتنس. يبقى بيفضلوا زي ما هما ما بيحصلش اي تغيير. 39 بيقولي when a reaction between one mole of pure acetic acid and one mole of ethanol. نفس الكلام CH3COOH لازم تبقى حافظها. ايثانول اللي هو الايثايل الكحول C2H5OH. قال لي which of the following is correct. والله ده بيكون reversible reaction. يعني reaction بيكون رايح رجع. قال لي acetic acid still exists in the reaction medium. بيفضل موجود. The reaction is reversible. طبعا the blue litmus paper changes to red. قلنا ده الاسيد بتاعي بيفضل موجود. بترجع تبقى red. يبقى الاجابة all. 40 a system reaches equilibrium. يعني ايه equilibrium؟ يعني رايح راجع. قال لي no new product is formed by the forward. ما بكونش product. لا the reverse reaction is no longer occurs. It reverse يعني انه يرجع backward ما بيحصلش. لا طبعا بيحصل. قال لي concentration of reactant system equal concentration of product. لا الكميات ما بتبقاش متساوية. طب الاخير هو ده سرعة الفورورد بتكون قد سرعة the reverse reaction أو ال backwards reaction. 41 بيقولي during the complete أو ال irreversible reaction حل. The graph between the concentration and the time indicates. طب the irreversible. ألف ال irreversible بيحصلي بلاقي إن الرياكتنس بتاعتي بتقل لحد ما توصل تقريبا للزيرو. والبرودكتس بتاعتي بتزيد لحد ما توصل للماكسيمم اللي هو ال 100. قال لي ان equilibrium is established. لا مفيش equilibrium. equilibrium ازاي يعني؟ قال لي the concentration of reactants decreases until it's completely consumed. بتفضل تقل لحد ما تخلص خالص. قال لي the concentration of product increases until the end of the reaction. بتفضل تزيد لحد ما reaction يخلص. يبقى الإجابة الأخيرة. Okay, 42 بيقولي at the beginning of the reaction في البداية. طيب حد the reaction rate of the reactants الR. قالي الR كانت بتبقى موجودة لوحدها يعني كميتها بتبقى كبيرة. بعدين بتقعد تكون لي product يعني الكمية بتقل. بعدين بيرجع البرودكت يكون تاني reactants. يبقى هي كانت large then decrease. ده كده في البداية. بعد شوية يبتدي بقى يزبط. 43 the rate of chemical reaction is measured by rate يعني سرعة. يعني بقيس concentration per unit time volume mass. يبقى هي دي. 44 when the reaction reaches to equilibrium. أول ما بيوصل للإكوليبريم قال reaction rate become constant. سرعة التكوين ده بتساوي سرعة التكوين ده. شكرا. The rate of consumption of reactants كمية اللي بتستخدمها من الرياكتنس تديها للبرودكت. بنرجع نستخدمها في البرودكت ونكون بيها رياكتنس. صح. قالي the concentrations become constant. الconcentration ما بتتغيرش. يبقى الإجابة كلهم. 45 بيقولي in reaching the chemical equilibrium. وصلت للإكوليبريم خلاص. حلناها بمئة ألف طريقة مئة ألف مرة. يبقى إيه؟ أيوة the rate of reactants اللي هو forward equal the rate of backward. Okay, 46 بيقول لي in the following reaction مديني reaction. طبعا اللي هو كاتبهم دولت gases. فأنا عندي جوه 2 moles وبره 1 mole يعني البريشر بتاعك هنا. كاتب لك الألوان مع إن أنت عارفها أصلا من chapter 2 الـ NO2 لونه رادش براون و
لان 204 ده اللي ما نعرفوش فهو كاتب لي colorless. قولي which of the following statement is correct at equilibrium. The intensity of the color increases by cooling. ايوه ثانيه كده انا بعمل ايه؟ ادي R رايح جاي ادي product اللي هنا الهيت حلو. طب وهنا هنا البريشر حلو. بيقول لي كولينج يعني ايه كولينج؟ يعني تقلل الهيت. هقلل الهيت اللي اول ما تقلل يحصل ايه؟ الرياكشن بيمشي الناحيه اللي قللت فيها نفس الاتجاه، يبقى اللون هيبقى colorless فالانتنسيتي اوف كولر هتزيد. لا طب الحاجه اللي بعدها قال لي the solution become colorless by heating. يعني ايه by heating؟ يعني زود الحرارة. زودت يبقى يروح انهي اتجاه؟ يروح العكس، يروح الباكورد. ادي حلو. طيب هيروح الباكورد فده معناها ان السولوشن هيبقى colorless؟ لا ده السولوشن هيبقى reddish brown، يبقى مش دي. طب سي قالي the rate of forward reaction increases by cooling. نفس الكلام بعمل ايه؟ قال لي هو عايزه يمشي كده، هعمل كولينج يعني هقلل. انا لما بعمل كولينج فعلا بقلل الرياكشن بيمشي معايا في نفس الاتجاه، يبقى الاجابة دي. طب خلينا نرى الاجابة الاخيرة، بيقولي the rate of reverse العكس هيزيد by cooling. طبعا دي عكسها بالظبط. ولا 47 بيقولي ammonia gas is prepared in industry by Haber-Bosch. ده طبعا كان chapter 1 ولكن هو مديني reaction. بص على reaction الاقي كلهم gases. بعمل ايه؟ بحط pressure. عندي هنا 4 moles، ادي 1 ودي 3، عندي هنا 2 moles، يبقى pressure هنا. حلو. For this reaction at equilibrium. تمام. Which of the following is correct؟ يلا نقرا. The formation of ammonia is accompanied by a decrease in the number. يعني كل ما تكون أمونيا كده بتقلل رقمها. طبعا formation of ammonia NH3 accompanied by decreasing the volume. قال لي لا استنى، volume of the system، أنا لما بقلل volume يبقى أنا كده بزود ال pressure. كل ما أقلل volume of container أزود pressure. طيب حلو، انا لما اقلل الفوليوم formation of ammonia gas، قال يعني بزود الامونيا، ساعتها reaction يمشي العكس يروح هو الناحية التانية. يبقى ساعتها انت فعلا فعلا بتزود البرشر. طب سي يقول formation of ammonia gas increase by applying a pressure on the system. تكوين الامونيا gas هيزيد لما اضغط عليه بريشر. طبعا اوكي امونيا غاز از بريبيرد ان اندستري باي هابر بوش، على فكره دي كانت في تشابتر 1 وعموما اديني رياكشن. قال لي كلها غازز فانا بشوف البريشر فين. عندي هنا 3 مولز، عندي هنا 1 مول، فبالتالي دول 4 مولز. طب وده 2 مولز، يبقى بالتالي البريشر هيكون جوه. حلو. اللي for this reaction which of the following statements is correct؟ مين فيهم صح؟ formation of ammonia، ان انت عمال تكون في الامونيا يعني بزود امونيا. اللي بتزود امونيا يعني ساعتها reaction هيتشفت forward، هيرجع الاتجاه العكس، فانت كده بتقلل العدد. انا بقلل العدد. طيب formation of ammonia gas برضو هزود الامونيا gas. حلو اهو، ساعتها ده بيعمل لي decrease in volume of the system. لا ثانية واحدة، لما بقلل المساحة اللي شغال فيها، الحجم اللي شغال فيه، الفوليوم، أنا كده بزود pressure. يبقى أنا كل ما زود ال NH3 هو فعلا بيرجع للاتجاه العكس، يعني فعلا بيزود لي pressure. يبقى دي كمان صح. The formation of ammonia gas برضو هتزود الأمونيا gas اهو. ساعتها ايه اللي يحصل؟ قال لي by applying a pressure on the system. حالة ان انت زودت البريشر، ما انا لو زودت البريشر هيمشي العكس، وبما انه هيمشي العكس يبقى كده هيزود لي ال NH3 فعلا. يبقى الاجابة الاخيرة كلهم صح.
صح. اوكي 48 بيقولي during the reverse the reaction the reversible يعني رايح راجع the graph relation concentration in time اللي هو reaction rate indicated that. خلينا نشوف ادي graph قالي ايه اللي بيحصل في reversible the reactants بتقل شوية وتثبت والproduct بتزيد شوية وتثبت. طيب قالي there is no change in the concentration of both ما بيحصلش تغيير. لا طب the concentration of reactants decrease أو بتقل بس until it is completely consumed يعني توصل لزيرو. لا طب the concentration of both reactants and products increase اللي اتنين بيزيدوا طبعا. لا واحدة بتقل في الأول التانية بتزيد في الأول بعد كده يزبر. قالي the concentration of the product increases the concentration of the reactants decreases then they reach equilibrium. هي دي 49 بيقول لي the reaction between barium chloride and sodium sulfate is نكتب reaction ونتخيله مع بعض. قال لي تمام انا عندي barium chloride اهو plus sodium sulfate اوكي اللي جوه مع اللي جوه واللي بره مع اللي بره يعني NaCl زائد الباريوم سلفيت. حلو مبدئيا كده انا اول ما ابص على ده فده من شابتر 2 هو صالد بيترسب. ادي تمام تعال بقى نشوف هو كومبليت ولا ريفرسبل ولا ايرريفرسبل. مبدئيا هو كومبليت عندي حاجه صالد عندي بريسيبيتيتد كاونت وطالما complete فبيبقى irreversible يبقى الإجابة الأخيرة 50 بيقولي on reaching to equilibrium أول ما بتوصل للإكوليبريم ها قول معايا كده the reaction is stopped طبعا لا the rate of formation equal the rate of consumption سرعة التكوين هي نفس السرعة أو نفس الحاجة اللي برجع استخدم منها reactants وهي الإجابة B 51 بيقولي in the following reaction الحمد لله مديني reaction وأول حاجة ببص عليها the gases بحسب number of moles هلاقي pressure ما بيأثرش 1 يعني 2 وهنا 2 فما فيش pressure. قالي the equilibrium is not affected مبدئيا احنا قلنا ان ال pressure مش بيأثر وتعالوا نقرأ بقى increasing the temperature لا increasing the concentration لا decreasing the pressure of من اي حاجة هعملها في البريشر مش هتأثر. اوكي 52 بيقولي in the following reaction ومديني reaction اول حاجة بعملها لما بلاقيهم gases بشوف البريشر والله دولت 1 يعني 2 moles حل وده 2 moles فهنا البريشر ما بيأثرش حل. Which of the following graphs represents the relation between concentration and time? تمام. قال لي والله كالعادة السؤال ده أهو إن الـ reactants بتقل والproducts بتزيد ويزداد. قال لي أنت اخترت ده على طول بسرعة وما بصيتش إن هو كاتب لك products فوق وreactants تحت يعني دي غلط. قال لي طب أمال أنا الإجابة هتكون دي. طب ليه؟ إن الرياكتنت بيقل والبرودكت يزيد ده كده كده وبعد كده يثبتوا. قال لي طيب بس يا ميس كده الرياكتنت قل لحد ما وصل للصفر حضرتك قلتي إن الرياكتنت ما بيوصلش للصفر تمام ماشي بس أعتبر إنه فتحنا الفسر أعتبر إنه حصل أي كونديشن ولكن مستحيل مستحيل ان الرياكتنس يزيد والبرودكت هي اللي تقل البرودكت ما كانتش موجوده اصلا 53 بيقول لي the reaction of hydrochloric acid with sodium carbonate hydrochloric acid مع sodium carbonate طب الرياكشن ده كان بيطلع ايه اللي جوه مع اللي جوه NaCl بس كان بيطلع ميه و CO2 إن وجد CO3 بطلع CO2 chapter 2 قالي أوكي ده كده gases طالما ما قالكش إن هو closed يبقى بالتالي the complete reaction completely عشان الgases دي هتطير يبقى هو complete
Okay, 54. بيقولي in the reaction dilute HCl well dilute with iron filling is a complete reaction. ادي الايرن ادي ال HCl. ده هيطلع لي FeCl2. ليه؟ علشان ده dilute. اوكي؟ و H2. طيب حل. قال لي ايه اللي هيخلي complete؟ طبعا هو الكائن ده انه طلع H2. يبقى the recombination of the produced hydrogen gas with iron 2 chloride is impossible. مستحيل. طيب 55. قال لي in the following reaction. مديني reaction. Which of the following graphs represent the relation between concentration and the time? The salt. حل. قال لي ايه اللي بيحصل؟ والله كل بيحصل هو ماشي في الاتجاه ده بس. ليه ده عامل لي السهم ناحيتين مالكش دعوه؟ ماشي بيكون لي برودكتس بس. يعني ايه؟ يعني الرياكتنس بتقل لحد ما توصل للاخر لصفر. والبرودكت بتزيد لحد ما توصل للآف. Okay, 56. بيقولي the equilibrium system is a stationary system in reality. في الحقيقة هو ثابت. لا ده قدامي ثابت. يبقى false. قال لي okay. When strip of magnesium metal is placed in hydrochloric acid Mg plus HCl. بيطلع لي MgCl2 زائد H2. قال لي ده بيكون لي كلوراين غاز. طبعا فولز. هو ايه اللي كلوراين ده؟ ده H2. طيب 58. On adding sodium chloride the مره 70 لسيلفر نيتريت. حلو. NaCl plus AgNO3. يلا يا بط بنعمل ايه؟ والله بنبقى اللي جوه مع اللي جوه واللي بره مع اللي بره. حلو. تمام. قال لي is complete as ammonia gas evolved. هي فين الأمونيا دي؟ ده complete عشان ده solid وتكون. 59. Adding bromothymol cube to acetic acid and the ethanol. مبدئيا كده ده هيكون acid. قال لي ليه هيكون acid؟ عشان reaction reversible رايح جاي وبالتالي انا الاسيتك acid هيفضل عندي. طب البروموثيمول بلو في الاسيد كان بيبقى لونه pale green. فطبعا لما ترجع للالوان هتلاقي لا. اوكي 60. بيقولي the reaction between aluminum sulfate Al2SO43 هذه حال plus ammonium hydroxide NH4OH is reversible reaction. تعالوا نشوف هو reversible ولا لا. اللي بره مع اللي بره واللي جوه مع اللي جوه يبقى هيطلع لي aluminum hydroxide زائد NH4SO4. طيب حل. قال لي مبدئيا ده كده precipitate من chapter 2. فهل هو هيكون reversible رايح راجع؟ طبعا لا. ده هيكون irreversible يعني او هيكون في اتجاه واحد بس. السؤال اللي بعده بيقولي the following equation represents a method for preparing nitric oxide. هبص عليهم هلاقيهم كلهم gases. اول حاجة بعملها بكتب مكان البرشر. والله عندي هنا 4 مولز وهنا 5 مولز يعني 9. هنا 4 مولز وهنا 6 مولز يعني 10. يبقى البرشر هنا. قالي حل. If the rate of formation of water vapor, تكوين الwater vapor بيكون 0.025 مول لتر per minute. دي سرعة التكوين. So the rate of consumption of ammonia gas. فالأمونيا جاز. قالي والله الأمونيا جاز بتبقى بنفس السرعة. طيب. لما بص كده عليه هلاقي. طب هو ده رايح في اتجاه واحد. يعني ايه رايح في اتجاه واحد؟ يعني حضرتك ده مش reversible اصلا.
رايح في اتجاه واحد، يعني البرودكت بيكون زياده والرياكتنس بيقل. قال لي تمام، البرودكت وصل ل 0.025 يبقى الرياكتنس قل بحاجه قريبه ليه، اقل، يبقى الاجابه بتاعتي بي. اوكي 62 بيقول لي the following figures demonstrate four different processes. ماشي، ادي الاربع processes قدامنا. بيقول لي what is the descending order، ومبدئيا descending يعني من الكبير للصغير، of the rate يعني من اسرع حاجه بتحصل، وبعد كده مين اللي بعدها. طبعا الاجابه هتكون دي، اسرع حاجه هو الانفجار، بعد كده ان الابل يحصل لها روتنج يعني تعفن، بعد كده طبعا ان البيبي يجرو، بعد كده الروك ديكي ان الصخور تتحلل. وبكده نبقى خلصنا الفيديو بتاع المره دي.